بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي وأعزائي وأهلي وإخواتي وجيراني وكل معارفي وأحبابي. مش هقول أعزائي المشاهدين لأن المشاهد ده هيتفرج شوية وهيمشي، لكن أنتوا دايما معايا ودايما ملازمني. وبصراحة يعني أنا بقيت بستنى الحلقة من الأسبوع للأسبوع، بجد يعني بشتاق لكم كتير وبتوحشوني قوي، وربنا يجعلها يا رب دايما كده نتجمع في الخير. طبعا احنا الفترة اللي فاتت دي مرينا بأزمات كتير، أزمات كتير وضغوط كتير، ومنها نفسية ومنها برضو اجتماعية. طبعا النهاردة في البداية خالص أنا يعني أحب أوجه خالص الدعاء لسيادة المستشار أحمد نبيل، يا رب ندعي له كده بالشفاء العاجل، ونقول يا رب اللهم انزل شفاءك عليه وعافيه يا رب. يعني بجد انا بدعي له من كل قلبي، وحزينه جدا عليه لانه كان من الناس اللي هم يعني اصدقاء للناس كلها، صديق للناس كلها، وانسان محترم جدا، وانسان مهما اتكلمت عنه وصفت مش هقدر ادي له حقه. بس اتمنى النهارده في يوم الجمعه ان احنا كلنا يا رب نتجمع وندعي ونقول يا رب اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. تاني حاجة النهاردة طبعا طبعا الصورة معاها، ممكن حد يرد صورة سيادة المستشار عشان الناس تدعي له. ومعانا برضو النهاردة طفلة أنا لو قعدت أحكي عنها برضو هي حاجة مؤلمة وحاجة وجعاني قوي. البنت دي بنت حد أنا بجد يعني عايزة أحكي لكم عليها. كانت تعبانة وجالها بداية تعب كده، كان عندها كانسر طبعا سرطان، ربنا يعافي الجميع يا رب. وبعد ما احنا يعني والدها لف بها كتير، وطبعا وصلت انها تشيل الكليه بتاعتها، وبعدها وصلت انها والدها اتبهدل بها كتير قوي ومشى بها كتير ولف بها كتير. فاحنا كل اللي يعني هي وصلت لمرحله دلوقتي ان ما عادش لا نافع عمليه ولا نافع لها اي حاجه غير ان احنا لا نملك الا الدعاء، وعايشه على المسكنات دلوقتي. وهي طبعا بنت حد عاطي جهده مجهوده لخدمة البلد، كابتن من كباتن مصر، وطبعا وزي ما احنا الناس اللي بتحارب في الشرطة وبتحارب في كل مكان، في ناس كتيرة هي يا جماعة موجوعة وزيهم زينا زي المواطن. وهي منا حمادة مجاهد، منا حمادة مجاهد، احنا بنتمنى ان ندعي لها بالشفاء. وزي ما قلت ان احنا بندعي النهاردة، انا قصدي ان احنا النهاردة نجمع ونتجمع كلنا وندعي لتلاتة. أنا النهاردة قصدي إن أنا أجيبهم في بداية الحلقة لأنهم بجد وجعوني، وجعين أهلهم وجعين أحبابهم، وزي ما قلت المستشار أحمد نبيل ومنا حمادة. وطبعا كلنا بقى عايزين النهاردة برضو ندعي وندعم كابتن مصر، طبعا كلنا عارفينه، وعايزين نقول له ربنا يقومك بألف سلامة يا كابتن مصر مؤمن زكريا. طبعا لاعب النادي الاهلي وادى طبعا للنادي، اداله كتير، ونتمنى كان في نادي الزمالك طبعا وراح نادي الاهلي. وكلنا في الاول والاخر لازم نتسم، يكون عندنا روح رياضيه، وندعي ونقول يا رب يشفيه ويشفي كل مريض يا رب العالمين. وطبعا معلش بعتذر ان انا بدات بدايه كده، بس انا يعني كان من ضمن الحاجات اللي اثرت عليا اول يومين اللي فاتوا دول هم الثلاث حالات دولت، واجعيني واجعين أقرب الناس ليهم، وربنا يشفيهم يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. طبعا إحنا برضو عندنا، إحنا كنا بنعمل تغطية انتخابية في لجنة من لجان محافظة كفر الشيخ مركز بلطيم. اللجنة دي كانت في مدرسة رزق حمامه. أنا حبيت أعمل اللفتة الإنسانية دي، يا ريت ننزل الفيديو، لسيادة المستشار أحمد عامر. الشخصية دي شخصية جميلة أو شخصية محترمة. أنا قابلته وقابلت المستشارين بصراحة كلهم اللي كانوا متواجدين في اللجان عندنا في بلطيم، كلهم ناس محترمة قوي وناس قايمة بواجبها، وناس بصراحة ناس متعاونة جدا. وياريت كلنا نبقى نكون متعاونين. وهنتكلم على فكرة يعني عن الانتخابات وان ازاي ان انت واجب عليك تنزل وتدلي صوتك. وطبعا احنا معانا الفيديو دلوقتي هنشوفه لسياده المستشار، هي لفته انسانيه جميله منه. ودي كانت رابع حاله ينزل لها في نفس التوقيت، كانت ست كبيره طبعا نزل بنفسه ونزل بالدفتر، كان ممكن ينادي لاي حد، لو امين شرطه ينادي لاي حد زي ما انتم شايفين معايا الفيديو. طبعا بنفسه نازل، والسيده كبيره في السن
وكانت جايه تدلي بصوتها. يا ريت يعني ناخد دي بقى قدوه لنا، هذه الست اللي يعني هي تعتبر ام اجيال ومربيه اجيال وست كبيره، يا ريت كلنا بقى نتعلم. الناس اللي امتنعوا على الانتخابات يا ريت يعرفوا ان زي ما انتوا شفتوا سيده كبيره في السن وراحت عشان تقدم صوتها وتقوم بدورها كمواطنه في حقها. يعني يا ريت نتعلم من ده وناخد ده قدوه لنا، سيده من سيدات مصر. وبرضو معلش يا الصوره ما جبتهاش، بس برضو من هنا بحيي السيده المصريه اللي دفعت عن الشرطي، وزي ما احنا قلنا الجيش والشرطه خط احمر. يا ريت كفايه كفايه بقى كده، كفايه فتنه، كفايه ان احنا نيجي عليهم. احنا كلنا شفنا الفيديو بتاع الجندي اللي هو كان في القطر، وكل مصر والسوشيال ميديا مقلوبة عليه. فطبعا أنا من هنا برضو بناشد وبقول نحترم الناس دي، نحترم إن هم بيحمونا، يعني نحترم إن هم في ظهرنا، نحترم إن هم على الحدود وبيسافر وممكن يرجع لنا في صندوق. يا ريت يبقى في رحمة، في إنسانية، في إحساس بالمسؤولية. الناس دي بيحموني وبيحموك، وهو ابني وابنك. يا ريت كلنا نكون في ظهرهم ونساعدهم، مش نبقى ضدهم ونحاربهم. وطبعا هكمل معاكم اللقاء مع سيادة المستشار عبد الفتاح علام تكملة للحلقة اللي فاتت، وهن شاء الله يكون معنا في سلسلة متكاملة من حلقات مستشارك القانوني معنا من خلال البرنامج بنت البلد. وأتمنى الحلقة تعجبكم، ونتمنى أن أنتم تكملوا معنا عشان في مداخلات كويسة قوي، وهنتكلم في قانون المصالحة، وهنتكلم في البناء ومخلفيات، وهنتكلم في كل اللي انتوا بعتين تسألوا فيه، هجاوبكم عليه كله مع سيادة المستشار. وانتظرونا وسنعود بعد الفاصل. مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج بنت البلد. مبدئيا وقبل اي حاجة نحب نرحب بضيف الحلقة وصديق البرنامج، وان شاء الله معانا في حلقات مستمرة، المستشار عبد الفتاح علام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكم. انا متشرف بوجودي معاكم. اهلا، شكرا. اهلا بحضرتك، وارحب بالاستاذة اسماء عطية. اهلا يا الاء. حابين نتكلم الاول عن موضوع الغرامات اللي احنا هنطالب بيها، اللي ما نزلوش الانتخابات هيطالبوا بيها، اللي حضرتك اتكلمت عنها قبل الحلقه. تمام. اللي هي المفروض اللي هم ما نزلوش يدلوا باصواتهم. بالنسبه انا لسه كنت بتكلم. لو حضرتك شفت الفيديو اللي انا عملته قبل الحلقه. تمام حضرتك. ده كان عشان الانتخابات، ودي كانت ست كبيره حضرتك، لو انت شفت الصوره كانت سيده كبيره وجده، وكانت نازله تحط صوتها في الانتخابات. تمام حضرتك. وما تاخرتش وقالت ده انا ست كبيره ومش هقدر امشي. فما حالة في ناس كتير ما نزلتش وما شاركتش في الانتخابات، عايزين نعرف القانون. شوف حضرتك، او الغرامات ده صح الكلام ده؟ شوف حضرتكم، شوف حضرتك، هو موضوع شائك. شائك ازاي حضرتك؟ المفترض ان في حاجه اسمها حق اختياري وحق اجباري. تمام. ازاي حضرتك بقى؟ يعني النهارده المفترض ان حق الانتخاب ده حق اختياري. ايوه. ليس اجباري. ولكن احنا عندنا حاجه، في حاجه في القانون بعيدا. اولا عايز انوه عن حاجه مهمه جدا. النهارده نزلت في مواقع التواصل الاجتماعي حاجه غريبه جدا، عليها شعار اللوجو بتاع النيابه العامه، وبتقول ان النيابه العامه استبعدت تحريك الدعوه الجنائيه ضد جميع القائمين من قبل الهيئه العليا للانتخابات بتحويلهم او احالتهم للنيابه العامه لاتخاذ شؤونها قبل عدم تصويتهم او امتناعهم عن التصويت. في حين بعض الاقاويل قالت وبنقولهم ان النيابه العامه نزل شعار تمام واللوجو الخاص بيها وبتقول انها استبعدت. الكلام ده مش حقيقي. النيابه العامه حتى الان لم تفصح رسميا عن حقيقه تحريكها او عدم تحريكها. يعني ما فيش فاصل. لا يا فندم، ما فصلوش في الامر ده. لا حضرتك، يعني كل اللي على السوشيال ميديا والاشاعات وكل دي. لا سعادتك، لا سعادتك، كل ده مش هل حقيقي. هل هو بقى يعني اصلا ممكن يحصل، او ان هو لو حصل هل هو موجود في الدستور مثلا او في؟ تمام. بص حضرتك، هو حتى الان ما نقدرش احنا كقانونيين او اي حد يقدر يتكلم في ماده قانونيه او دستوريه ويتكلم فيها بعدم دستوريه الا من خلال الجهات المختصه.
تمام مظبوط. حضرتك تمام تمام. فبناء عليه حتى الان لم يصدر عدم دستوريه هذا القانون. وهذا القانون موضح بالماده 75، والحق حق اختياري وليس اجباري. ولكن بعيدا عن مناط النيابه سواء في تحريك الدعوه او عدم تحريكها، عايزين نقولهم ان القانون فيه حاجه استثناء كده اسمها الامتناع، او الامتناع بالترك او ارتكاب بمعنى الجريمه بالترك. يعني ده جريمه، جريمة. يعني هو معنى ما نزلش يدلب صوته، يا ده معناه ده دي جريمه. ده من اخطر الجرائم، لان ده إزاي؟ حق كفلوا لك القانون والدستور. فانت النهارده امتنعتي عن اداء حق وواجب. هو بعيدا عن العقوبه الجنائيه سيان بالغرامه او بالحبس او سيان ايا يكن العقوبه، هو النهارده في عقوبه اخلاقيه. ازاي حضرتك النهارده؟ اتفضل. في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها في الانتخابات. ازاي حضرتك؟ حضرتك النهارده الاستاذه الاء تقدمت للترشح في مكان ما. تمام حضرتك؟ تمام. المفترض ان انا وحضرتك هنصوت لها. ايوه. فبناء عليه حضرتك لو انت صوتت لها بالايجاب وانا امتنعت عن التصويت، يبقى كده فده مش معناها صوت مقابل صوت. لا، ده امتناعي ادى بالطريق وبالايجاب ان اصبح صوتها بيمثل صوتين. لان انا لو تقدمت حضرتك بالايجاب لها وانا بالرفض، فاصبح صوت مقابل صوت. اما في حاله ان انا امتنع النهارده، فبالتالي انا اعطيت لها صوتين. فنجيش بعد كده حضرتك بقى المواطن ويقول والله انا بقى مش عاجبني العضو ده او مش عاجبني النائب. أيوة صح. ما انت حضرتك النهارده اللي امتنعت وسبت حقك، فبالتالي النهارده الجريمه قبل ما تكون جريمه جنائيه هي جريمه اخلاقيه. بس في حاجه برضو انا حابه انوه عنها من خلال البرنامج. ان كان في المره دي يعني في الاعاده قبل الانتخابات اللي فاتت، في بدايه الانتخابات الشيوخ، كان في تثقيف، كان في وعي للناس، كان الاعلام قايم بدوره على اكمل وجه. المره دي بصراحه انا اتفاجئت. احنا كنا طبعا بنتابع لجان انتخابات وبنغطي، بنعمل تغطيه. اتفاجئت ان في ناس حتى بنتكلم معاهم ما كانوش يعرفوا ان في انتخابات او في اعاده. حضرتك فاهمني؟ اي تمام. فدي احنا نلتمس العذر لبعض الناس. احنا بنقول اللي امتنع بمزاجه، دي حاجه بينه وبين نفسه. ان حضرتك بتقول ان دي مرفوضه اساسا، تدي حق غير مشروع. طبعا يا فندم. تمام. بتدي حق، ما احنا قلنا الصوت بيبقى صوتين. أيوة لان صح. امتنع. دي حته حلوه. بنقوله بعيدا عن موقف النيابه. تمام. من احاله ال 54 مليون او 53 وشويه اللي الهيئه العليا للانتخابات احالتهم، انا ماليش دعوه. ده حق مكفول للنيابه، ما اقدرش اتكلم فيه، ولا اقدر اتكلم في عدم دستوريه، لان لم يصدر قانون بعدم دستوريه الكلام ده. ولكن انا بتكلم في جزئيه ايه؟ ان هي جريمه اخلاقيه. تمام. انت النهارده امتنعت، فبالتالي اعطيت الحق لشخص ممكن ما يكونش صاحب صح حق، ممكن وبعدين بعد كده تيجي تقول انا النائب ده مش عاجبني. أيوة. انا ما هو حضرتك النائب ده بيمثلني، ما هو النهارده حضرتك في سلطه. احنا من هنا بعد اذن حضرتك بنبدا نوجه رساله، لان احنا داخلين على برضو انتخابات مجلس النواب. تمام حضرتك. عايزين نقول للناس بقى نتعلم من اللي فات، وممكن ان شاء الله يبقى في قضاء عادل، وفي ناس صوتك اللي بتحطه. صدقوني انا شفت في اللجان بنفسي ان الصوت انا اللي انا بعمله، انا اللي بحطه بنفسي في الصندوق، وبيتعمل فرز في اللجان. وصدقوني ما فيش الكلام اللي الناس بتقوله ده يعني احنا زي ما تعودنا ان في اشاعات كتير بتبقى مغرضه، والغرض منها اللي هو انهم يسقطوا الدوله او يسقطوا الجهات. حضرتك النهارده الجهات التثقيفيه ان هي تدعم مع الدوله. أيوة. الدوله مش وحدها هتكفل. الاعلام سعادتك، الاعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، لابد ان يكون هناك مناط ومسؤوليه. انا ما اقدرش النهارده انزل اي شيء في اي شخص بيقراه تاني وانا غير متاكد من المصادر بتاعته. انا حضرتك بشوف على موقع شيء معين، بقوم حضرتك مشاركه مباشره من غير ما استوثق هل ده صحيح، هل المصدر سليم، وبناء عليه ده اسمه عدم وعي. دي عامله مشاكل كتير اصلا، فكره ان اي صوره فيك بتتركب عليها اي تمام حضرتك. وبتنزل بس هو في مسج المفروض ان كل يبقى فاهمها، ان هو انا كمواطن فرض اخلاقي عليا ان انا اقدم صوتي وان انا اقول رايي بكل اخلاقيات، بحيث ان انا الناس يعني انا وما جيش بعد كده ازعل واطالب واقول ان ما حصلش والنائب ما انت ما رحتلوش. تمام. ما انت ما شاركتش. انت لو نزلت واخترت الشخص اللي انت عايزه او اللي انت شايفه ان هو مناسب، ده لمصلحتك انت قبل تمام. اي حد. تمام حضرتك. تمام. احنا بقى هننتقل لقانون التصالح في مخالفات البناء. هما بناء على تصريحات السيد رئيس الوزراء يوم الاربعاء الموافق 9/9، كان قال السيد الوزير في قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بإجراء عقابيا، ولكنه يخدم المواطنين الذين استثمروا في إنشاء العقارات.
وقد تم توجيه المحافظين بمراعاة بعض البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح. حدث هنا تخفيض بيصل من 10% ل 55% من القيم المحدودة. في ظل هذا النطاق عاوزين نتكلم مع حضرتك نعرف القانون بينطبق على مين ومتى ينطبق هذا القانون. شوف حضرتك، القانون بداية محدد وواضح وصريح. بداية القانون ده مين اللي هينطبق عليه، مين اللي هيستفيد منه؟ قلنا حضرتك ان النهاردة القانون كان فيه قانون قديم اسمه قانون البناء الموحد اللي هو رقم 119 لسنة 2008. تمام. ده حضرتك اللي كان بيتم به العقوبة. حتى السيد رئيس معالي، يعني معنى كده ان القانون ده مش جديد؟ لا مش جديد يا فندم. لا يا فندم، ده احنا حضرتك عندنا من سنة 84. تمام. بنعاني من العشوائيات. ايوه. فلو حتى الآن وبيصدر قوانين، وفي سنة 1990 برضو صدرت بعض القوانين. أيوة. للمخالفات والبناء بدون ترخيص، وظل هذا معمول به حتى صدر القانون 119 قانون البناء الموحد. تمام. لسنة 2008 ظل هذا القانون. حتى أنا بشكر جدا السيد معالي رئيس الوزراء، لأنه بصراحة أما حب يتكلم نقول ملخص اللي السيد معالي رئيس الوزراء اتكلم فيه. السيد معالي رئيس الوزراء متكلم اتكلم في حاجة معينة حب يوضح لنا حضرتك ايه الفرق بين القانون القديم وانا النهاردة بدي لك مميزات ايه. فهو عامل مقارنة، بوجه المقارنة ببساطة. أيوة. ايه اللي انا امبارح كنت بديهولك وانا النهاردة بدي لك مميزات اكتر. يبقى احنا عايزين نتكلم بقى ما هو القانون النهاردة وبينطبق على مين. هو كان كده كده حضرتك بتقول انه كان قانون قديم. أيوة. والنهاردة قانون جديد. ومع ذلك الناس برضو بترفض انها تنفذ القانون. تمام. القانون ده سعادتك النهاردة مرتبط بايه سعادتك؟ التصوير. أيوة. الجوي اللي هو اخر تصوير جوي مرتبط بالقانون المنشأ حتى 22/7/2017. لاحقا ده ملناش علاقة به. أيوة. ده هيتم ازالة، مش داخل في نطاق التصالح. اما سابقا عليه حتى قانون البناء الموحد، حتى لو من 40 سنة اي مخالفة فهي النهاردة من حقها، ولكن تمتد حتى 22/7/2017 اللي هو اخر تصوير جوي موجود. فاذا القانون النهاردة بيطبق فيما سبق 22/7/2017. برضو بيسألوا، برضو بيقولوا لنا سؤال هنا بيقول لي انا هستفد ايه من الاسئلة اللي جاياني. بيقول لي انا هستفد ايه من التصالح، ايه الفايدة اللي هتعود عليا، سواء فايدة من الناحية اللي هي القانونية أو الاقتصادية. عايزين نعرف إيه الفايدة اللي هتوضع المواطن. شوف حضرتك النهاردة أنا معايا مبنى مخالف. تمام. المبنى المخالف النهاردة حضرتك في أي لحظة في أي وقت ممكن يتم إزالته. طيب أنا النهاردة هل أستطيع التعامل والبيع والشراء في هذا المكان على أساس أنه عقار؟ لا طبعا حضرتك. طيب أنا النهاردة يعني إيه معنى التصالح؟ معنى التصالح ده حضرتك هيصدر من جهة محررة المحضر، من جهة حكومية. خد بال حضرتك ان القانون ده مهم جدا وبيوفر لي فلوس اكتر. ازاي حضرتك بقى؟ اقول لحضرتك المفترض النهاردة ان انا معايا موقع مخالف وانا قمت بالبناء عليه. المفترض اما اجي اقدم على التصالح فاقدم بداية الملكية بتاعتي. فالتعاقد اللي هيصدر بيني وبين الجهة اللي هتتصالح لي ده ما هو الا تعاقد قانوني لانها جهة حكومية. فبالتالي التصالح ده ما هو الا توثيق لصحة ملكيتي لهذا المكان. يبقى انا اذا النهاردة وفرت على نفسي ان انا اخد العقد ده وادخل به المحكمة، وبالتالي وفرت عقود صحة ونفاذ، وفرت علي تسجيل، وفرت وفرت وفرت، وبالتالي ده سند ملكية من جهات حكومية. طيب ده حضرتك يبقى انا وفرت من ناحية الايه الاقتصادية والناحية القانونية، انا ثبتت ملكيتي. طيب بقى نيجي بقى سعادتك النهارده في المبنى المخالف. المبنى المخالف ده ما اقدرش كجهه حكوميه ان انا ادخل له مرافق. انا النهارده حضرتك اما يكون المبنى ده بيعمل 10 قروش مثلا. ثواني عندي بس تعليق صغير كده، وده اللي شاغل الناس كلها وشاغلني انا شخصيا. تمام يا فندم. يعني احنا بنتناقش دلوقتي، احنا زي ما احنا قلنا القانون دلوقتي في صالح المواطن. تمام. بس احنا عايزين نقول حاجه، ازاي الحاجات دي او المرافق دخلت لمكان مخالف؟ هنا بقى المفروض انا كواحده صاحبه بيت مثلا في الارض بتاعتي، بنيت بيت وقاعده فيه انا واولادي ومجوزه ابني فوق، تمام، دخلت ميه، دخلت كهرباء، دخلت مرافق، عايزه اعرف مين المسؤول عن الكلام ده وما يتحاسبوش ليه؟
ده اللي انا بطالب بيه النهارده، ان احنا المحليات ما زال كان فيها فساد. تمام. احنا ده يعني معلش انا ناس كتير قوي، احنا كلنا متابعين السوشيال ميديا والفيسبوك والدنيا مقلوبه، واصبحت قضيه راي عام اللي هو قانون تصالح. وست ده مش راي عام يا فندم، ده هو موجود في كل بيت. أيوه النهارده ما كانش عندك، موجود عند جارك. كلام موجود. جميل. أيوه. وست رئيس الوزراء لما جاء يوم الاربعاء وعمل اجتماع، كلام جميل قوي في حق المواطن يعني. بالعكس كمان ده هو افاد. أيوة. لان المفترض حضرتك ان كان اخر مرحله اللي هي 30/9، كلام جميل، في 9/9، في 9/9 الاربعاء اللي الفائت. أيوة. حضرتك اجتمع مجلس الوزراء وقرر ان هو بيمد شهرين. ايوه ودي انا هتبقى مع آخر حضرتك مرحلة. في الحته في الجزئيه. أيوة دي فن. لكن انا من هنا بقول لحضرتك احنا مش ضد القرارات اهون، احنا مع القرارات وبنأيدها، لان ايه ده بياخد مساحه من الكتله الزراعية. الفكرة ان صح؟ الاراضي الغير مخطط لها اصلا بدا من العقد الستين، يعني من سنة سبعين وبدأت المشكلة دي. فهي المشكلة اصلا حدثت ازمة اقتصادية بدون وعي من السكان، فبدأ دلوقتي احنا علشان نحلها بتهدر اموال اكتر وبتزيد التكلفه وبتقل الركعه الزراعيه كمان. بص فانت يا عشان حضرتك ازمه الاول الحته اللي انا عايزه اقولها ازمه تراكميه. يعني احنا عايزين التراكمات دي من الفساد. الفساد برضو الريس بنفسه بيقول انا بحارب الفساد. اكيد طبعا، واحنا كلنا المفروض نحارب الفساد. تمام. لان احنا بنتعلم من قيادته، بنتعلم منه، احنا شايفينه قياده ناجحه، عارفه تقسم الدوله، بيدي قرارات في صالح المواطن مش ضده زي ما الناس ما يفهمها. ما ده بقى حضرتك بدايه التعامل. كلام جميل. ما احنا عايزين إن بقى اقضي على الفساد. بس انا مش هقدر النهارده حضرتك في يوم وليله اقضي على فساد فيه تراكم. أيوة. خاصه ان حضرتك كان في فتره اللي هي فتره الثوره. أيوة. فتره كان فيها انفلات امني، فيها انفلات في كل فانا النهارده حضرتك ما كنتش اقدر اهيمن على القصه دي كلها. أيوة. واحنا قلنا ان في تراكمات وفي عشوائيات، عشان كده السيد معالي الوزير معالي رئيس الوزراء اما جه نوه شدد جدا على الساده المحافظين. أيوة. في نقطه مهمه قال ايه؟ قال انا بمد شهرين كمان بعد 30/9. ايوه فعلا، هذه واحده. أيوة. الاخرى بقى اللي مهمه جدا. أيوة. قال ان انا بشدد على الساده المحافظين لان المفترض النهارده ان في نسبه 25% انا بدفعها. تمام. طيب حضرتك النهارده في مشكله ومعضله قانونيه كبيره جدا. ازاي حضرتك النهارده؟ انا النهارده مقيم في مكان طبيعته المكانيه راقي جدا وغالي جدا، فالمتر بيحتسب فيه بقيمه تصالحيه عاليه. ده بالنسبه للعشوائيات. في حين ان الاشخاص اللي موجودين حضرتك على الارض الظروف الماديه بتاعتهم لا تتناسب. ايوه. ده كلام جميل وكلام محترم. تمام. بس احنا برضو هنا في ناس، احنا بنتكلم في ايه النقطه اللي انا نفسي اقولها وبتك عليها شويه معلش، ان احنا عايزين بقى يعني اظن دي ضربه قاضيه، وبدا في ناس كبار قوي يظهروا على الساحه، ناس فاسدين وكانوا حاطين ايديهم على املاك من املاك الدوله. ويا ريت. لا يا فندم، املاك الدوله دي فيه ايزاله كامله ما فيهاش نقاش، في تصالح، في شيء، فيش حاجه اسمها في املاك الدوله. لا بس مازال في ناس بيقولوا ان في اماكن حتى على الطريق الساحلي الدولي، على الاماكن وسيظل دي ناس عامله فيلل وعاملين الفساد يا فندم حضرتك. ده هيفضل موجود. ومع ذلك بيتهد بيت المواطن اللي هو المخالف. طب احنا عايزين، احنا بنطالب من هنا طبعا القياده فوق. لا هو حضرتك انا بعترض، احنا عايزين الناس اللي تحت. انا بس بعترض في الجزئيه اللي حضرتك قلتيها. اتفضل. انت قلتي بيتهدي بيت الانسان المخالف. اه. عايزين بس نتكلم قانون، نفهم معنى كلام بتاعنا. معلش انا هو دي الرساله اللي جايه لي بالظبط. بص حضرتك احنا عايزين نتكلم على ارض الواقع. بالزبط. ما هو ما يجيش حضرتك النهارده شخص مخالف وعدى مرحله 22/7/2017. أيوه. ويجي يتم ازالته ويجي يقول لك انا اتهدي لي بيتي. اه. ارجع حضرتك اصلا انت باني ازاي؟ تمام. انت اسست ازاي؟ ممكن يكون عندك حضرتك النهارده المهندس الاستشاري او المبنى بتاعه غير صالح. أيوة. متهالك، ما عندهوش الصلاحيات الهندسيه اللي يقام عليها المبنى ده. أيوة. ممكن يكون حضرتك لاحق حضرتك على تاريخ 22/7 برضه، والناس اللي في الاراضي الزراعيه. تمام يا فندم. بيبنوا بناء على ايه؟ بناء على قد عيشتي، انا راجل قاعد بحرس الارض بتاعتي. القانون والدستور حضرتك كفل لنا اصلا حق. أيوة. السكن والمعيشه. تمام. ولكن حضرتك في الظروف اللي احنا متعايشين فيها والظروف التهلكيه والوضع والثوره والتوقيت اللي احنا متعايشينه النهارده، ادى ان كل واحد بيجيب قرشين بيحاول يجوز ابنه او بنته، فبيبدا النهارده حضرتك ان هو في ظل الظروف والانفلات الامني ان هو يقول لك انا ابني. لان في فرق حضرتك النهارده، في بعض الاماكن البنى فيها راسي. ايوه تمام. وفي افقي، انا عندي المشكله في الافقي في الزراعه،
لان رفق ده ببني، فبالتالي باكل وبتتاكل المساحه الزراعيه، ومحتاج عشان تصلح بتاخد مليارات. احنا فاهمين كل ده يا فندم، وصعب جدا كمان ان هي تتصلح. صح. يعني صعب حضرتك تمام. النهارده ان انا اهدم مكان مقام، ولكن حضرتك انا ردا على الجزئيه اللي قلتيها ان ممكن شخص ظروفه الماديه لا تسمح وبنى اوضتين او بنى بيت يرغب في المعيشه يتهدي. لا يا فندم، النهارده على ارض الواقع، وانا بصفه راجل قانون النهارده، اللي بيتم ازالته اللي هي المخالفات اللي خاصه. ايوه ده احنا عايزين لا يا فندم، هاتي لي حضرتك النهارده، ما انا عايز في حاجه اسمها نسبه وتناسب. يعني ايه نسبه وتناسب حضرتك ازاي؟ يعني انا لما اجي النهارده ساعتك الاقي المخالفات تزيد عن 3 مليون مخالفه. بالاضافه لحاجه برضو فيها معضله قانونيه، ازاي حضرتك؟ في مخالفه بتضم بباطنها اكتر من 60 مخالفه. أيوة. ازاي حضرتك بقى؟ انا عندي النهارده واحد اقام برج مخالف. هذا البرج يحتوي على 60 70 80 شقه. كل شقه من دول بتعتبر مخالفه. في حين ان في شخص بيقوم ببناء على مثلا مساحه اراد. ايوه. الاراد ده شوفي بقى حضرتك. أيوة. البرج اقيم به مخالفه واحده، في حين ان الاخر اللي هو اقام مبنى على قطعه اراد او ارادتين اتعمل له كذا مخالفه. ليه بقى؟ اقول يعني لسعادتك ليه بقى؟ لان الجهات المنوطه بتحريك الدعوه ديت مش جهه واحده. ازاي؟ ودي نقطه مهمه جدا حضرتك اللي انت قلتها، لان كنت عايز اتكلم فيها. في ناس تقول لك النهارده هل يصح في القانون معاقبه المتهم لو ارتكب جريمه مرتين؟ نقول له لا يا فندم، لان العقوبه شخصيه، ولا يحق النهارده حضرتك النهارده ان انا اعاقب انسان على جريمه مرتين. تمام. طب يجي يقول لي في حاجه، احنا سمعنا في القانون عن حاجه اسمها قصد عام وقصد خاص. أيوة. ولابد من توافر القصد الجنائي بارتكاب جريمه المخالفه. تمام. فتيجي حضرتك النهارده يقوم الشخص في البدايه عنده ارض زراعيه، بدايه الموضوع ان هو حضرتك النهارده يبقى بور الارض. أيوة. فبالتالي بتقوم الجهه المختصه اللي هي جهه الزراعه بتحرير مخالفه تبوير وتشوين ارض. يرجع بعد كده حضرتك تيجي الوحده المحليه تقول لك ده بنى، فتدي له قيمه اعمال، يرجع يجدد في الاعمال بتاعته، يزود مثلا. تمام. فتيجي جهه ثانيه حمايه الاراضي فتدي له مخالفه. طب ايه معنى الكلام ده؟ هو انا مش القصد الجنائي بتاعي، هل هو القصد الجنائي النهارده بتاعي او رغبتي ان انا ابور فبناء عليه انا ارتكبت جريمه كامله؟ لا. احنا بنقولها في القانون زي سعادتك النهارده. بنقول النهارده مثلا ان في تجهيز واعداد لاتمام الجريمه. معنى ذلك ان انا اصلا النهارده حضرتك لما يبقى عندي ايراد ارض زراعيه وبطوره، فانا مش قاصد القصد المكتمل الجنائي الخاص ان انا بور. ان انا بوره. بالعكس. أنا ده هو اعداد تمهيدي لاستكمال الجريمه اللي القانون بيجرمها. أيوة. اللي هو البنى. أيوة. فبالتالي النهارده يحرر ليه محضر مخالفه. نرجع تاني نعمل قيمه اعمال وحده محليه، يرجع مجلس مدينه، يرجع حمايه اراضي، في حين اللي بنى برج ممكن يكون واخد مخالفه واحده. وفي انا اسف في التعبير حتى السيد، عشان مش على ارض زراعيه مثلا. ده لا يا فندم، لا يا فندم، ما هو القصه مش كده. هو النهارده في مشكله حتى معالي رئيس الوزراء اتكلم عنها، وانا اسف في التعبير من قوسين كده. أيوه. قال على اسمه الكحول. يعني ايه الكحول حضرتك؟ تمام. النهارده استغلال الوضع دايما، زي ما قلنا ان في فاسدين. فبيجي النهارده حضرتك يقوم عامل برج مثلا باسم وهمي او بشخص مثلا مش موجود. فبالتالي بتحصل مشكله واصطدام بين الناس اللي اشترت الشقق ديت، وتحصل المعضله. احنا النهارده في تصالح. طب الناس اللي شاريه فلوس وبانيه. أيوة. او ما شاريه النهارده وخدت اسهم، إيه؟ اتفضل يا بيه شوف لنا الشخص اللي تقدم ومخالف والمخالفه باسمه مش لاقيينه. طب في الحاله ديت اسكت؟ طب ما هو المبنى هيزال. نقوله ايه بقى للناس دي؟ طب نقوله ايه؟ صح. نقوله ياخد حقه ازاي؟ نقوله ايه حضرتك؟ طب برضه في معضله. طب انا النهارده حضرتك تصالحت عن شقتي، والشخص اللي جنبي مازال برضه قائم بيقول لي انا ماليش دعوه، انا غير مسؤول. ده المسؤول مين؟ صاحب الملك. ما هو صاحب الملك مش موجود حضرتك. النهارده القانون نظم بعض الامور في الامور دي. بدايه انا المفترض عندي شقه ومش لاقي الاخ اللي اسف في التعبير اللي سميناه الكحول او الشخص المجهول. أيوة. تمام حضرتك. فابدا في اجراءات التصالح. أيوة. وده ارجع بعد كده قانونيا، وهم على لهم في الوقت ده ان هم اصحاب الشقق. تمام. البرج مثلا لهم انهم يعملوا تصالح. طبعا حتى لهم لو حق. البرج يا فندم. يا فندم. يا فندم. تمام. ما هي دي بترجع مرجوعنا برضو لجزئيه اذا توفى الشخص. أيوة. اللي كانت قائمه باعمال المخالفه باسمه. أيوة. او محرره باسمه. تمام. او اذا باعها او استبدلها او ما كانش في محضر اساسا. تمام. ويرجع التساؤل هنا حضرتك، هو انا النهارده واحد يجي يقول لي ده انا ما تعمليش محضر.
ايوه بالظبط، واحد ده السؤال تاني. اللي انا كنت بسأله حضرتك يعني هو اصل هي هو موضوع مرتبط وشائك. يجي واحد يقول لي انا، قال لا ايوه انا ما تعمليش محضر، فانا هروح ليه يا اخي يعني اتصالح؟ طب انا مش مطالب. واحد تاني يقول لي ما انا كان عندي قضيتين وخدت فيهم براءه. وشخص اخر مثلا يتقال له مثلا انت القضيه بتاعتك سقطت. وثالث ورابع يتقال له ان الراجل تمت المخالفه باسم متوفى. هل ده معناه ان الجريمه انتهت؟ اقول له اسف يا فندم، ليه سعادتك؟ اما توفى الشخص ده انا عندي شقين في الجريمه بتاعه البناء على الارض الزراعيه او المباني بمجملها، اللي هو ايه سعادتك؟ في شق جنائي اللي هو مرتبط بالشخص، اللي هو العقوبه شخصيه. يعني انا ارتكبت المخالفه فبالتالي ما يصحش ان حد تاني يعاقب عليه. ولكن افترض ان انا خالفت النهارده القانون وبنيت وتوفيت او مشيت او بعت او خدت، النهارده في جزء تاني غير الشق الجنائي، في حاجه اسمها الشق الاداري، ما زالت الازاله ومحضر الازاله قائم اللي هو الشق الاداري. هل انا بقى الامر الشخصي والعقوبه الشخصيه ارتبطت بالشخص اللي هو توفى او ورثهم او اللي باع او الكحول؟ هل انتهت الجريمه؟ ما انتهتش الجريمه، هي انتهت كعقوبه شخصيه ولكن ما زال قائم الشق الاداري اللي خاص بالازاله. يبقى بناء عليه حضرتك يبقى المفترض ان انا ابدا اتحرك واروح الجهات المسؤوله وابدا اقدم واقنن وضع القانوني فيما يخص يعني التصرف مع الجهات المخالفه. ان الشخص اتحاكم جنائيا، فانا لو لا قدر الله مات خلاص الجنايه الشق الجنائي راحت اللي هي العقوبه، انما ان هو المكان نفسه لسه ما زال العقوبه، ما زال سعادتك ما زال الجريمه الاداريه، بس الموجودين او الورثه بيعملوا بقى في الوقت ده تصالح. بص حضرتك، هو ممكن حضرتك يقدم التصالح بموجب اعلام الوراثه، وممكن احد الاشخاص منهم هو اللي يتقدم باجراءات التقنين. انا ما بكلمش، ما بحددش في منطقه الورث او منطقه المتوفي، انا بتكلم في عموم المخالف اللي ما عادش موجود. عشان نوصل للناس برضو، يعني دايما في اسئله زي اللي حضرتك، يعني حضرتك بصراحه بتجيب نقط كده مهمه قوي وجميله قوي، احنا عايزين نقطعها كده وننزلها لوحدها. تمام حضرتك، يعني بجد عشان ناس كتير، الاسئله كتير جدا في الموضوع ده. تمام. يعني احنا هو موضوع شائك وهو موضوع الساعه يعني النهارده، ما فيش حد النهارده 50% من المساحه السكانيه عموما اللي هي المباني غير المخططه اخذت 50% العشوائيات، هي اصبحت حولت البلد لبلد عشوائي. وفي بيقول لك ان في بعض الاماكن بتاخد 70% اللي هو 70% بالظبط غير مخطط بيه. اغلبيتها الاماكن الجديده او الارياف بطبيعه الحال، لان احنا قلنا التمدد في الارياف بيكون تمدد افقي. يعني ايه افقي؟ يعني على الارض فبفتح. عكس مثلا الاماكن الرمليه او اغلبيه مثلا الاماكن اللي في اسكندريه هو تمدد راسي، فاللي هو رمال حتى الارضيه اغلبيتها ارض رمليه مش ارض طينيه. تمام حضرتك، فده الفرق. فانا النهارده حضرتك ليه بتقولي حضرتك كده؟ لان انا كحساب على ارض الواقع بلاقي في الارياف ان الكتله السكانيه المخالفه اكبر بكتير. اما في المدن حضرتك اما بتقام المخالفه حتى فبتقام في برج، البرج ده طالع راسي، فممكن يضم حضرتك 60 70 وحده، في حين ان 60 70 وحده دمت لو احنا جينا فردناهم على ارض الواقع في الارياف فهياخدوا مساحه تسمى عزبه. طيب أيوة في صح. من قرارات السيد رئيس الوزراء قال ان في قرار بمد فتره اللي هو تقسيط المبلغ اللي هو بتاع التصالح ده لثلاث شهور. لا يا فندم، ثلاث سنوات. ده هو حضرتك مد ايوه اتمد لثلاث سنين. تمام. نظام تقسيط بدون فوائد. تمام. طب احنا ازاي بتحتسب اللي هي المبالغ دي؟ اقول لسعادتك. النهارده يعني بتختلف، انا اقصد بتختلف من مكان لمكان حضرتك، لمدينه القريه طبعًا. على الطريق عن جوع على العزب على الداخل على الخارج. تفهم الحته دي لان في ده سؤال. وتلاقي حضرتك مثلا في اسكندريه المتر بتمن، وتلاقيه مثلا في كفر الشيخ بتمن، وتلاقيه في الغربيه بتمن، وتلاقيه في الصعيد بتمن. احنا عايزين ايه اللي بيحصل التفاوت ده؟ وعايزين نعرف الناس انهم ثلاث سنين بدون فوائد، يعني لو حد بدا يطلع برضه اشاعات دي من ضمن النقط. لا ما هو معالي رئيس الوزراء. انا قلت ان هو لما جه النهارده حضرتك وعامل انعقاد لمجلس الوزراء وقال ان النهارده بمد شهرين، وبقول الراجل بمنتهى الصراحه وباريحيه جميله جدا اتكلم بطريقه بسيطه جدا. قال ايه؟ هو حضرتك كل اللي اتقال جديد ان احنا مدينا شهرين. تمام حضرتك ازاي؟ وثلاث سنين وشدد على المحافظين. بس قال ايه سعادتك؟ ان الفرق النهارده ان القانون القديم
هو شدد على المحافظين في نقطه حلوه برضو. ما هي دي مهمه، ما هي دي اللي حضرتك بتكلم فيها. ما هو التباعد الاجتماعي، ما هو ده نفس سؤال حضرتك اللي هجاوب عليه. انت قلتي هنا بخمس قروش، هنا ب50 وهنا ب200. ايوه بص حضرتك، اتفضل. المفترض النهارده، ودي برضو احنا دعوه بندعوها، يعني بيقولوا ان في ناس ظروفها النهارده ما تسمحش ان انا اتقدم بدفع مبلغ 25%. تمام. حضرتك النهارده الحد الاقصى في المدن في المخالفه المفترض ان ادفع 25%. طب افترض يا حضرتك النهارده ان ربع القائم في المدينه تعدى حدود مثلا ال 400,000 600,000. لا، يقول له ما تدفعش ازيد من كام سعادتك بقى النهارده؟ من 240 في 250. ويرجع بقى سعادتك في الارياف وفي الايه القرى والعزب والنجوع. تمام. يقول له انت عندك الحد الاقصى 40,000 جنيه. طب تبص تروح النهارده للموظف حضرتك وتقولي له، يقول لك الحد الاقصى، استنى يا فندم انا اصلا حضرتك النهارده مخالف في 200 متر. أيوة. ال 200 متر حضرتك النهارده بناء على اللجنه اللي نزلت المشكله من قبل السيد المحافظ والوحدات المحليه، قالت ان المتر اللي عندي هنا مخالف ب 50 جنيه. يبقى المفترض 50 في 200 بيعملوا 10,000 جنيه. أيوة. يبقى المفترض ان انا هدفع قيمه اللي هي الربع اللي هو ال 25%. يبقى المفترض ان انا هدفع 2500. انا مالي بقى بال 40,000 جنيه؟ انا غير مطالب بيهم. طب نفترض واحد النهارده حضرتك مخالف واصبح النتيجه الحتميه بتاعته في المبلغ بتاعه 300,000 جنيه. طب المفترض الربع بتاعهم كام بقى في في القرى والنجوع والعزب؟ المفترض 75,000 جنيه. هل هيدفع ال 75؟ اقول له اسف مش هتدفع ال 75، حضرتك هتدفع الحد الاقصى اللي هو 40,000 جنيه. 40,000. طيب على النهارده حضرتك تقدمت في قضايا وخدت في قضيه براءه وخدت في قضيه مخالفه واتغرمت فدفعت مثلا وليكن 2000 جنيه. أيوة. 10,000 جنيه، يقول لك سنه مثلا وغرامه 10,000 جنيه، جينا وقفنا السنه خدنا ايقاف وال 10,000 جنيه اندفع. تمام. انت بتتصالح. ايوه. طب انا النهارده حضرتك طلع عليا مثلا قيمه تقديريه 15,000 جنيه هدفعهم اللي هم ال 25 وليكن. ايوه. هل الفلوس اللي انا دفعتها قبل كده مش موجوده؟ ملهاش اعتبار. اقول له اسف، حضرتك هات القسيمه اللي دفعت بيها في المحكمه وقدمها للجهات المختصه بتخصم. يعني انا النهارده حضرتك دفعت 10,000 جنيه النهارده مخالفه. تمام. في احدى القضايا المنوطه بتحريك الدعوه الجنائيه فيما يخص المخالفه. حضرتك هات القسيمه من السيد المستشار المحامي الخاص بحضرتك في المحكمه وقدمها للجهه المنوط بها التصالح. يبقى النهارده انا القيمه التقديريه ال 25% 15,000، انا دفعت 10,000 تخصم، يبقى باقي عليا 5,000 جنيه. سؤال لحضرتك وصلنا دلوقتي، بيقول لو حد ليه قطعة أرض وقطعة الأرض دي مش مقننة، المفترض إنه يقنن الأرض عادي ولا يدفع الأول قانون التصالح وبعدين؟ ما هو حضرتك الدفع ده اسمه الجدية، التقنين اللي هو أيوه التقنين يا فندم. ما هو الجزء إن أنا النهاردة هي إزاي سعادتك؟ قولي بقى ايه السبل او ازاي اتقدم للجهات اللي خلفتني عشان اتصالح معاها. هو ده السؤال حضرتك النهارده. نقوله مين النهارده حضرتك؟ معاكي موجود عقد ملكيه بتتفضلي تقدميه، صوره بطاقتك بتتفضلي تقدميها. النهارده في القانون الجديد والسيد معالي رئيس الوزراء اتكلم عنه، قال النهارده انا حضرتك مش هوديك لمكتب استشاري وهندسي لان الناس قدمت شكاوى وقالت في استغلال من قبل المكاتب الاستشاريه والمكاتب الهندسيه. انا هكتفي تيسيرا للمواطنين بان حضرتك بس مهندس يكون معتمد نقابيا، هات لي منه صلاحيه موقع. فبالتالي حضرتك النهارده برضه حاجه تحتسب. ما هو الناس المفروض تدور بقى على الايجابيات يا فندم. ما هو الناس واخده ونتكلم عنها، ما نتكلمش عن السلبيات يا فندم. احنا مشكلتنا ان احنا بنعمل ايه حضرتك؟ احنا بنحط النقره وبنحط البقر قوي على النقطه اللي هي شكلها مش مظبوط. أيوة. يعني النهارده تم ازاله في مكان، تبص تلاقي الكل بيصور. أيوة. ما حضرتك ارجع شوف المكان ده مزال فين. أيوة. هل النهارده انا عاوز حاله فرديه استثنائيه تطلع تقول ان مكان ده ممنوع، ان مكان كان مأهول بالسكان وتم ازاله؟ استحاله. بس هو بالفعل مش موجود يا فندم. حضرتك مش موجود يا فندم. احنا شفنا فيديوهات على الفيسبوك يا فندم، الناس كانت حالات يا فندم. ما هو ده حالات استثنائيه اللي يعني هي طبقا سعادتك، عشان ما نقولش ده اكيد في حالات في بس دي اللي هي الحالات فندم. المخالفه دايما وابدا في كل شيء في استثناء. تمام. ودي بتبقى مغالطات ومن حقك ترجع بالتعويض. ايوه. يعني القانون صرح لك النهارده لو انا النهارده تم ازالتي بطريق الخطا. أيوة. من الجهات ديت حق ان انا ارجع بالتعويض. هي الناس كانت بتسال في النقطه دي، بيقولوا ازاي ان سياده رئيس الوزراء
والمحافظين، وفي قرارات بتقول ان اخر شهر 9 30/9 تمام ازاي تم ازالات بقى. هي الناس كانت بتستغرب، بيوت كانت بتزيل في الفتره اللي فاتت. بص يا استاذه حضرتك، احنا قلنا ايه؟ تمام، مش عاوزين ناخد العطب بالباطل، ما احنا عايزين بقى الناس تفهم بس، ومش عاوزين نكبر قوي ونحط لا مؤاخذه العدسه المكبره، احنا مش عايزين ندي على الاستثناء ونسيب الاصل. تمام، انا مش عايزه ادي بقى مساحه لحد مغرض زي ما احنا بنقول في مغرضين، احنا بنقول معوض حضرتك. ايوه مش عايزين عايزين نفهم الناس. هل انا حضرتك اما يعني حضرتك النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقيهم جايبين صوره واشخاص في استثناء، في فساد، الدولة أقرت بكده، وأي دولة فيها فساد في استثناءات، في أخطاء سعادتك، بس زي ما في أخطاء في قانون كفلك إذا كان في خطأ إن أنت ترجعي بالتعويض على الجهة اللي أذلت لك. بس إمتى؟ أما تكوني قننت وضعك، أما يكون حضرتك النهارده خدتي يعني نموذج ثلاثة. بعد إذن حضرتك برضه معلش، بعد البيت ما اتهد هينفع تعمل التعويض؟ طبعا يا فندم، لو أنت النهارده حضرتك داخلة في نطاق التصالح وقبل 22/7/2017 ومعاكي نموذج 3، تمام، هو ده اللي انا عايزه الناس تقول ليكي الاحقيه، ما يكون ليكي الاحقيه يصلح للبنات. اما ما يجيش حضرتك بعد 22/7/2017 اللي هو اخر تصوير جوي ويجي حضرتك النهارده بنيلي اول امبارح حتى بعد سطور القانون رقم 1 لسنه 2020 ويجي يقول لي اصلا اتزلي، ارجعي سعادتك للاصل. ايوه بالظبط، بدليل ان القانون كفل. تفهم النقط يا فندم، ما هو القانون كفل النهارده ان حضرتك لو في تم خطا او كذا يقدر فيه تدارك ليه، اتفضلي خدي تعويض من الدوله. كلام جميل. احنا بنرفع النهارده حضرتك القضايا على وزير الماليه، على على رئيس الجمهوريه بصفته حضرتك. القانون كفل للمواطن ده، ولكن احنا عشان عندنا يعني عدم علم او تسقيف قانوني، الناس بتاخد الامور من البؤره والعدسه اللي احنا بنكبر الجزئيه الاستثنائيه ونسيب الاصول. تمام، يجب ان يكون في وعي، افهم موضوعك وبعدين تقدم بشكوتك. طب احنا عايزين بقى نعرف ايه الحالات اللي لا يجوز التصالح فيها اللي لسه بنقولها حضرتك دلوقتي. اللي لسه بنقول احنا بنقولهم ايه حضرتك دلوقتي؟ بنقولهم ان احنا اخر حاجه هيتم فيها التصالح 22/7/2017. ايوه تمام حضرتك كده. وايه تمام. كمان والاملاك، املاك الدوله. طيب بالنسبه مثلا لان حد استغل الفتره دي قبل الوقت المحدد ده وبدا يبني، ما هو احنا قلنا حضرتك النهارده انت تفضلي ده على املاك الدوله ولا ارض عاديه ولا مخالفه خاصه؟ مخالفه. ما هي مخالفه حضرتك، تفضلي تقدمي بتصالح وفي جديه وتدفعي جديتك حضرتك زي ما هيقنن، سواء في عزبه في نجوة في مدينه. بس اعتقد ان هيكون يعني في عقوبه ان هو انت مثلا بدات دلوقتي او انت استغليت الفتره دي علشان تبني وقلت هعمل القانون. بص يا فندم، الدوله احنا قلنا في انفلات، هي قصدي بعد اذن حضرتك في حته هنا الاء جميله قوي صارتها دلوقتي. تمام، ان في ناس في التوقيت ده اللي هو انا لو احنا دلوقتي بس انا النهارده حليل. انا عندي حته ارض تمام. هاجي النهارده وهبنيها وهقول كده كده لسه في وقت لا. وانا ببني على التصالح. لا 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 لا، ما احنا قلنا حضرتك النهارده التصالح هيتم على جميع المخالفات السابقه ل 22/7/2017. ايوه بس نحفظ التاريخ اللي بعد كده بقى، اللي بعد كده حضرتك هيزال. بس احنا بقى من خلال المكان ده أيوة. من خلال القناه وتشريفي ان انا اكون موجود مع حضراتكم، بقول ايه؟ دعوه للتسامح. ازاي دعوه للتسامح؟ ايوه، املاك الدوله زيل طبعا، تمام حضرتك، مخالفه زيل، ايوه الاشتراطات الهندسيه زيل، الناس اللي واخده من حرم الطريق، ولكن ولكن أيوة ولكن تمام. انا حضرتك تقدمت النهارده بتصالح، أيوة. الدولة سمحت، فأنا النهاردة ما زال في استثناءات برضه زي ما وفي ناس زي ما احنا عايزين نقولوا مين حضرتك أيوة النهاردة. كلام جميل. ما أنت النهاردة أصدرت لي قانون في سنة 2020، أيوة، ما المانع حضرتك إن أنا النهاردة ما نفذتش على 22/7/2017 وأزود شوية لتسامح الدولة مع الأشخاص؟ لا وكمان في ناس تمام وأزودها حضرتك لغاية إمتى؟ ما هو ده شباب، في ناس استلفوا وجايبين قروض من البنوك. بص يا فندم، بص يا فندم، كده إحنا طمعانين في كرم سيادة الرئيس، رئيس الجمهورية. طبعا ودي رسائل جايانة كتير نوصلها ل 2020. أيوه بس إحنا عايزين نوصل صوتنا وصوت الناس دي تمام. إن إحنا بس نمد فترة اللي هي بعد 2017 اللي بيني بعد، يعني طالما مش أملاك دولة في اراضي زراعيه في كده اللي جوز وغير مخالف هندسيه بالظبط. ايوه يا فندم، يعني انا بقول دعوه يعني للتسامح من قبل الدوله، يعني دعوه للتصالح من قبل الدوله. في واحده ست ان ما دام في تسامح حضرتك النهارده وانت قلتي ان انا بتصالح معاه، أيوة. اتفضلوا من عايزين التسامح، وتبقى دي تبقى نهايه المطاف. كلام جميل خالص، عشان من يعني معلش احنا عشمانين والله، يعني مفيش حد النهارده بنى فيها، احنا مش بنعدل القوانين غير ان هو قاصد السكن بيها. حاسب سعادتك النهارده المستثمر، مع احترامي وتقديري، حاسب النهارده الراجل اللي بنى برج،
لانه بناه ليه حضرتك؟ ايه الغايه من بناه؟ الغايه ان هو بيستثمر بيتاجر. اما انا النهارده في ارياف او في مدينه باني بيت باني منزل، الهدف فين؟ المعيشه الكريمه. فسعادتك النهارده يجب النظر بعين العطف والتسامح، لان الهدف منه ان انا اتعايش. صح. انا مش طالب منه سعادتك دخل ولا طالب. طيب احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه. طيب الوقت كان بس في معلش سؤال اخير. الحلقه معاكم بتنتهي بسرعه. طيب انا في الاول احد الاشخاص معلش تحديدا الحلقه اللي فاتت بعت لي مسج بيقول لي في انا حتى كنا اتكلمنا حضرتك المره اللي عدت عن الغارمين وعلي صلاح بصراحه وما قدرناش برضو ان ما غطيناش الحلقه وجاي لي رسائل كتير قوي حتى في الاعاده بالليل لقيت ناس بتتصل علينا يعني فاكرين الحلقه مباشر. فانا طبعا بس بسال حضرتك سؤال. هو بيقول دلوقتي انا مضيت 17 وصل امانه. هو كان رايح طبعا بيجيب فرش لجهازه بيتجوز وطبعا مضى في التوقيت ده 17 ايصال امانه. تمام حضرتك. وبيقول مش قادر ما عنديش مش لاقي اكل بنتي. هو طبعا بعت لي رقم التليفون بتاعه. إيه هو من اسكندريه على فكره. وبعد بيقول يا استاذه يعني يا ريت يبقى في رحمه بالشباب اللي عايزين يتجوزوا. وبرده 17 وصله امانه كتير قوي ومكتوب مبالغ زي ما حضرتك قلت ونويت قبل كده اكتر من المبالغ اللي هي المستحقه لل بص يا فندم. انا اسف. اتفضل. احنا قلنا ان القانون في ناس بتترك القانون لعب المغفلين ولكن القانون اصلا حضرتك كمل حضرتك يعني هم معانا ولا ما احنا عايزين نقولهم ان القانون النهارده كفل حمايه للمواطن. تمام. فالنهارده حضرتك هو اللي بيورط نفسه. ما احنا قلنا يا جماعه حتى يعني انت النهارده تكون ليه تاخد الكم ده وليه النهارده تروح تمضي على ايصالات بياض؟ الايصال على بياض ده يحبسك. حتى قلنا اما يبقى فيه 17 طبعا احنا بنعتذر الوقت اللي طبعا الموضوع كبير وشيق. احنا اسفين لحضرتك والله. احنا وجودي معاكم احنا متشرفين اكتر ومتشكرين اول حضرتك سعداء بيكم وشكرا لاداره القناه وشكرا لفريق الاعداد وكل اسره البرنامج ومتشكره جدا لك. متشكره قوي يا فندم ونورتنا وشرفتنا. متشكرين لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم.